انتوا اثنين صح وده معاكم صح كلكم تعالوا انا بجغمكم تط باذن الله عز وجل. ماركز ده زول زباله زيك وانجل زباله زيك عرفتها وفطومه زباله زيك فطومه احمد ابراهيم ونقط زباله تحت الجزمه دي انت كلامك تحت الجزمه دي افهم الكلام ده كويس افهم الا لا اي فاهم يا شيوع انا بكمل معاك احط معاك قرط انت فاهم الكلمه ده ولا ما فاهم والله لا اجغمك انت والشيشايلو ده كت اصبر بس ماذا قال افلاطون افلاطون سجمان زيك افلاطون بتاع شنو عندنا رسول الله يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وذاك الاخضر الاخضر ده جاي جدع والله ماركس ما قال انما قال السالين كلهم فشل ماركس والسالين عرفتها رساله اخيره اختم لك بها عشان ما تقعد تتجدع للطلبة بكرة نفوت بجاي تجي تعمل لك منبر وقال انجلس وقال استالين كله هوس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اللي بينفعك ده اللي بينفعك والدين الدين مش نصلح عشان يواكب الحضارة لا الحضارة هي التي تواكب الدين لأن الدين ده نزل من السماء نزل من السماء يا ناس يا طلبة أنا أشك ولا أتيقن إنه النازل في حاجة متناولنا غير الشيء سادة أنا ما أعرف أي شنو الله أعلم الله أعلم يا ناس زول يقول ليه الدولة خلاك شغال لما قلت ليه الدولة ده أنت قلته هنا جوا ولا قلته بيتك هنا يبقى خلتك تشتغل برضو يبقى نفس السؤال سألتني ليه وإنه ليه الدولة خلتك شغال أنت ليه الدولة خلتك شغال في محل ما أنا شغال طيب أنت قلته حرية قالوا ولا ما قالوا حرية قلتوا ديمقراطية قلتوا اشتراكية طيب نحن احرار انتوا اشتغلوا قلتوا الله ما في مشكلة نحن شغالين قلنا الله في جوا عينك بحريتك دي دايرين نناقشك بالحرية حرية انه اي زول يمارس شنو يا جماعة حريته انا دار اعمل دقن حر حر دار اقطع بنطلوني حر عرفته دار انغب مرتي اختي حر دار اجي هنا اجغمك يا شيوع حر حرية حرية صح ولا ما صح؟ حرية ليه انت تقول الازمة في السودان جماعة الهوس الديني وزيدل ولابد الحكومة ما كانت تخليهم يشتغلوا وليه الحكومة فاتحاهم؟ الا ينافي هذا كلامك ده الحرية؟ كذاب انت كذاب ومتناقض انا حر حر اشتغل اشتغل زي ما داير انت زعلان انت قلت حرية وانا غطى ليه؟ لانه احنا قاعدين نجغمك بفضل الله عز وجل نناقش كده بالعقل بتاعك انت عقلنا خليه عقل المسلمين دير كله خلي برا انت بس عقلك سوت شنو النظرية اخطر نظرية دي سوت شنو انت جزير زير كيس دكوة انت والله بكلمك جد يا ناس ما الكلام ما يبقى رجالة الزول ده بس بيتكلم اخطر نظرية سوت شنو النظرية دي سوت شنو ما فشلت الاتحاد السوفيتي في محل امة ذاته طيب جاي انت ده كحزب شيوعي فرتكتوا بقيتوا كم النظرية دي ما لمتكم ليه شيوعيين كانوا واحد طلع منهم حق بتاع الحاج وراك وحق بقت حقين والله ولا انا كذاب حركه القوى الديمقراطيه الجديده انبثق منها حركه القوى الديمقراطيه الحديثه بقوا اثنين وحركه القوى الديمقراطيه الجديده وحركه القوى الديمقراطيه الحديثه الاثنين ديل مرقوا من الشيوعيه بقوا كم؟ ثلاثه وانتوا قسموا تقسمين النظريه دي ما قدرت تلمكم انتوا تلم العالم انتوا سقطتوا الان وشابكني انتجت اكثر نظريه انتجت زي نوعك ده ولدتك انت فبيس المولود تستهبل علينا نظريه قويه ما قويه بكم يعني ما في حاجه يا شيخ ما في اي نظريه في قران في سنه ده اللي بيصلح الدنيا ده اللي بيصلح الدين والايات دي بنقرا لك والله تقرع قلبك وذهنك قرع ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ده الدين وده اللي بيصلح الدنيا وده اللي بيصلح الاقتصاد عشان كده عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين الإسلام فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله طبعا يا الطلبة اصلا الناس دي هم ناس اتهاميين في البدايه بيتهموا الزول عشان هم حافظين لهم ثلاثه اسامي كتب وكم صفحه كده بيجوا بسمعوها في الزول لكن الموضوع ده هو ما بيه الصوره دي انا غايته متاكد تماما شهاب عوض ده ممكن ابصم عليها بالعشره انه ما قرا النظريه بتاعت التطور نهائي ما قريتها لانه ما ممكن انت تقول نظريه التطور دي
داروين قال إنه أصل الإنسان يعني يتطور من هو فعلاً قال إنه الإنسان يتطور من خلية. الإجابة عن إنه من أين أتت هذه الخلية هو قال ده السؤال ده أنا ما بيهمني في بحثي ده، أو أنا أصلاً ما عارف في الموضوع ده، ما عندي إجابة له. لكن التطور بتاع الأنواع في نظرية النشوء والارتغاء داروين يتكلم عن تطور الأنواع، لكن الإنسان ده ولا بكلمة ما ذكره في آخر آخر صفحة، صفحة 821 في النظرية آخر خمسة سطور قال أما الإنسان فسنفرد له بحثاً خاصاً به. بعد 12 سنة جاء كتب الكتاب بتاع نشوء الإنسان ويتكلم فيه، لكن تمام كتاب تقول نظرية التطور، نظرية النشوء والارتغاء داروين يتكلم فيها عن تطور الإنسان، ده كلام فارغ منك ساي، لأنه أنت أصلاً ما قريتها، لكن لو قريتها ما بتقول كلامك ده. الحاجة الثانية قال المراكسة جابوا الإلحاد ده من التطور، طبعاً المراكسة ما عندهم علاقة بنظرية التطور دين هاي. ماركس كتب الكتاب بتاعه رأس المال، وجابوا يعني رسلوا بعد فترة كده قال لي صديقه إنجلس أنا لقيت لي نظرية كويسة كده وزول فاهم وكده عنده منهج علمي، جابوا لي داروين قال لي يا داروين نحن عندنا كتاب اسمه رأس المال المجلد الأول للكتاب بتاعنا تقرأوا، أدينا لك يعني كتبنا لك وإهداء من ماركس لداروين. داروين قال لي يا أخي كلامكم ده أصلاً ما علمي أنتم. زول قال لي المراكس أنتم كلامكم ما علمي، كيف تقول ماركس استند يعني داروين مؤسس الماركسية كمان قايلة بملء الفم يعني. بعدين تاني قال ماركس مؤسس الاشتراكية، كلام غلط. ماركس ما الاشتراكية دي موجودة قبل ماركس بعشرين أكثر من 30-40 سنة. يعني أول زول استخدم لفظ كلمة الاشتراكية، أنا ممكن أرجع عليك ورا، في بعض المفكرين بيقولوا إنه مدينة أفلاطون هي مدينة اشتراكية لأنها كانت قائمة على يعني العمل الجماعي والعمل الجماعي والتوزيع الجماعي للمنتجات، لكن أفلاطون ما كان بيقول إنه مثلا بيحرم الملكية نسبة لسوءات الملكية الخاصة، لا كان بيحرم الملكية على الفئة الثالثة اللي هي فئة الجنود عشان اصلا ما يعني ما يركزوا مع القروش اكثر، بل يكونوا اصلا هم ناس يعني يكونوا ناس مهتمين بعملهم كده. ماركس ما مؤسس اول زول مثلا استخدم لفظ الاشتراكيه، زول بيسموه روبرت اوين يعني مفكر انجليزي كان عمل له مصنع في نيو اورليانز في امريكا، يعني عمل مصنع قائم عليه برضه العمل الجماعي والتوزيع الجماعي للانتاج. ما يعني ماركس ده جالي الاشتراكيه قاعده سمى الاشتراكية بتاعت الشباب ديل سمى الاشتراكية الطوباوية ويتكلم عنها، قال دي اشتراكية طوبامية ومثالية، أما أنا اشتراكيتي دي اشتراكية علمية. دي بتختلف عن نتائج تقول إنه هو مؤسس الاشتراكية. الحاجة الثانية النقطة بتاعت ماركس مثلا، أنا بس راحت ليس المشكلة بتاعت ماركس إنه ماركس ده أيوة أنكر وجود الله مثلا، زول ده سألك قال لك الناس ديل أنكر وجود الله ليه؟ انت جيت قلت انه النازل انكر وجود الله، ما عارف سمحت لك حاجه طويله كده، الموضوع ده اصلا ما في دي اسئله بتاعت وجود. انا بوريك انه المراكسه قالوا شنو في الموضوع ده. المراكسه عندهم حاجه اسمها الادراك المادي للتاريخ، المفهوم المادي للتاريخ، المفهوم المادي للتاريخ ده هم درسوا التاريخ، درسوا التاريخ دراسه الماديه. هي شنو الماديه دي؟ انه الحاجه يعني نفترض انه دار أدرس الساوند ده دراسة مادية. الساوند ده أنا ما بجي أقول إنه في قوة غيبية أسسته ولا عملت له كده، بتكلم فيه بدون ما أدخل قوة غيبية بقوم أعمل له تفسير. هم دراستهم للتاريخ ده خلتهم إنه يقولوا إنه التاريخ ده أصلاً ما محتاج لقوة غيبية تفسره لنا، نحن برانا قادرين نفسر التاريخ. قالوا إنه نحن قادرين نفسر التاريخ برانا بدون ما ندخل قوة غيبية، والقوة الغيبية دي ما عندها علاقة في الموضوع ده. عشان كده من دراستهم للتاريخ دي واكتشاف تناقض النظام الرأسمالي أو اكتشاف فائدة الغيمة خلتهم يقولوا إنه الماركسية دي هي علم وإنها تتطور دراستهم، بدأت تاني التشكيل الخماسية دي بتاعتهم. تاني التطور وخلق الإنسان ده اتكلمت فيه. أما في كلام ساي تاني دار أقوله يعني آخر دقيقتين. أصلا طبعا يا جماعة والله نحن شوف في الدولة السودانية دي واقعين في أزمة، الأزمة دي متمثلة في جماعة الهوس الديني ديل كلهم. الموضوع قائم على شنو؟ إنه نحن يا شباب في التاريخ بتاعنا ده كله، في التاريخ الناس لو جات قرأت التاريخ ومشت بيه كويس بيعرفوا إنه الناس ديل بيعملوا في شنو؟
الحكومة الحكم التركي المصري لما جاء داخل جاب معه ثلاثة أئمة بتاعين مذاهب جاء يفتوا للناس وإنه مفترض يعملوا كده وكانوا بيتمشغوا يعني قاعدين في مكاتب الاستعمار مكاتب الغزو جاءت بعدهم الحكومة الاستعمارية الإنجليزية مهدت للناس ذاتهم أئمة الدين ورجال الدين دل إنه يمشوا في نفس الطريق عشان كده الزول بيقدر يفهم براوي يفكر إنه الناس دل بيعملوا كده ليشنو بيتفرغوا ليشنو هم وين من مثلا الاستبداد الممارس من الحكومات دي كلها الناس يعني الناس دل بيعملوا في شنو هنا قاعدين الدولة دي ما بتخلي زول يشتغل إلا بتخلي دل لأن هم دل أصلا بيغيبوا وعي الإنسان يعني ما بيخلي زول يفهم يفكر يعني يقيف مع الناس في قضاياهم في مشاكلهم الأساسية دي مهمتهم هم عشان كده بيفترقوا هسه من قبل جاي يركب في أنصار السنة ويركب هو عنه قبل سنتين كانوا سوا شغالين سوا جاء محمد منو كده إسماعيل ده أصلا زول الجامس اشتغل هنا ده أصلا زول بيقول في كلام فارق يعني زول تابع لهيئة علماء السودان وبيفتجد مصالح الشعوب والحاجة اللي بتخدم النظام ده هم شغالين فيها ما بيتكلموا لكم في حاجة بتصلحكم أصلا الناس اللي حيجي يخلقوا سجالات هنا فارغة ما ممكن تأدي لمخرج حقيقي للإنسان ده الليلة الدين ده فيه مشاكل كثيرة هم ده ما بيقدروا يحلوها ولا بيقدروا يتكلموا عنها ولا بيخلوا إن الدين ده مثلا يتواكب مع لغة العصر ومفاهيم العصر ويقدروا يطوروا فيه وينتجوا لنا علوم كويسة من الدين أصلا ما ممكن دي ما مهمتهم هم السلطة بتستخدمهم لتخدير الشعوب عشان كده بتلقاها تفتح لهم مجالات وأحضان وإنه ناس يشتغلوا في الأسواق ويعملوا الحاجات دي كلها وفي النهاية يعني حتلقاهم شفتها يعني حيدوروا في بعضهم تاني لأنه أصلا المصالح هي اللي بتخلي الناس تتكالف في بعض أي آخر جملة شوفوا يا شباب أصلا ما ممكن زول يجي هنا يعني يفترض فيكم الغباء أي زول يمشي يقرأ براو يحدد لنفسه إنه داير شنو في الحياة دي ولا تشتغل ولا شفت يقول لك السلف قالوا كده ولا معارف الجماعة دي لك قالوا كده ده كلام فارغ منهم داير يخدروكم به الناس تمشي تجتهد وتقرأ براها وتعرف من أين تأتي الحاجات دي يعني هم يعني أنت لو تعرف تقرأ إنه الناس دي هم ما يعني الناس دي هم بيعملوا في شنو انت اذا كنت داير تعرف انه الدين ده هم ديل ديل ديل, ديل بيمثلوا الدين اذا كان ديل بيمثلوا الدين فيبقى يعني على الدنيا دي السلام ذاته يعني شكرا طيب اول حاجه انا بعتبر الكادر ده الثاني الاخير ده بتاع الشيوعيين افهم من القبلي وبالمناسبه أنا بعتبر ده أفهم للشيوعية من الأول ليه؟ لأنه زول ده يعني أدخل كلمات إلحادية داخل كلامه بصورة يعني خفية جدا لغالب أو كثير من الناس آخر كلمة قالها كلمة خطيرة جدا وأنا حبدأ من كلامك من تعيد وأجيك ماشي قال الدين ده فيه مشاكل كثيرة أسمع الكلام ده كويس يا طالب والله نحن احترم الطلاب كلهم حتى لو في اثنين ثلاثة معاهم مثلا دارين يجوطوا ويلخبطوا في النهاية نحن بنقول الكلام الحق والكلام العلمي بالأدلة الموثقة وما بنستجيب للجوطة بتاعتك والهرطقة بتاعتك عرفتها؟ مع أنه بإمكاننا والله نجوط عرفتها؟ بإمكاننا نجوط أكثر منك عرفتها؟ وبإمكاننا نسوي أي حاجة بإذن الله لكن نحن دارين الطلبة يستفيدوا دارين الطلبة يستفيدوا يا جماعة نحن بندي الزول فرصته كاملة يتكلم يبقى من العدل انت بتقول اشتراكيه صحيح ولا ما صحيح اشتراكيتك دي نحن في ميزان الكتاب والسنه باطله كلها شت لكن لو دايرين نناقشك بها ذاتها خليك اشتراكي بس في النقاش قروشك دي ما دايرين مش انت قلت اشتراكيه في كل شيء بس خليك في النقاش انا اديتك فرصه واديت رفيقك الثاني فرصه ولو في عاشر منكم ولو جات فطومه ذاتها بديها فرصه اصبر خلينا نتكلم ما ممكن انت تتكلم وتكورك من برا وشهاب لما يرد ده يعمل كرعين وكده يبدل كده ده بشعر ده كله كلام فاضي ويدل على انه النازل والله ما عندهم راس بس انت مش اتكلمت طيب انا دار ارد عليك شوف كلامي اذا غلط صلحني ما في مشكله اي خلاص طيب قال الدين ده فيه مشاكل كثيره ولابد قال المفروض قال كان يقعدوا في الواطه
يحلوا المشاكل دي عشان تتواكب مع متطلبات العصر. قال الدين ده فيه مشاكل كثيرة ولابد الناس يقعدوا في الواطة يحلوها عشان الدين يتواكب مع متطلبات العصر. الكلام ده فيه نقطتين من أقصى أنواع الإلحاد. أول حاجة الدين، يا تدين أنت قاصد طبعا الإسلام، لأنه ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، وأنت بتخاطب المسلمين ده اللي بيدينهم الإسلام. دين الإسلام ما فيه مشكلة واحدة، ده دين. شوف شوف داسة مش قال لي ما تتكلم وأنا بخليك تتكلم، أو داسة بيكورك من تحت. دين الإسلام، شوف يا شوف أنتوا اثنين صح وده معاكم صح، كلكم تعالوا أنا بجغمكم تت بإذن الله عز وجل. لكن بس حاجة واحدة ما بسمح لك، شوف ما بسمح لك أبدا تتكلم من برا، فهمت كلامي؟ وأنا بعرف قلب قدح بيعرف يعضي خيه من وين، فهمت الحتة دي؟ أنا عضيتك من حتة ما بتتفك منها، طلع بينا فوق والاشتراكية والفلسفة في النهاية سب الدين. أصبر لي أنا بنجمك، أصبر بس أصبر بس، لما نعرف لي قبضته من تحت من الكلوة داري كورك من برا، والله لا أجغمك أنت والشيشال ده كت. أصبر بس، الزول ده قال الدين فيه مشاكل كثيرة، دين الإسلام ما فيه أي مشكلة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين متين. فالدين ما فيه مشكلة لأنه نزل من السماء، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. الدين ما فيه مشكلة لأنه ده دين ربنا سبحانه وتعالى، الخلق الخلق، وربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الليلة لو واحد بشر عادي صنع له ثلاجة ما تشتغل بالنازل، نحن عارفين أصل الجغم لما يكون فيه رادم تقيل الأمة دي كلها بتتحرك. شوف دين الإسلام دين صالح لجميع البشر ولكل زمان ومكان. ليه؟ نضرب لكم مثلا، الآن لو بشر عادي صنع له ثلاجة، مصنع كولدير للثلاجات لبهر مثلا يعني إلى آخره، فأكثر ناس بيكونوا عالمين بمصلحة هذه الصنعة والصناعة هم شنو يا جماعة؟ هم الجهة صنعتها. عشان كده ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما ممكن شيوعي الليلة يجي يقول لنا الدين كون ده فيه مشاكل، الزول ده ما بيتكلم عن المسلمين. انتبه يا طالب، كلمة دي خبيثة وإلحادية لأبعد درجة في الكفر. الزول ده ما قال المسلمين عندهم مشاكل كثيرة، انتوا فاهمين معايا يا طلبة؟ الزول ده قال الدين يا طول إسلامي فيه مشاكل كثيرة، وأكد كلامه. الكفر ده قال كان يقعدوا في الوطة أو في الواطة عشان يحلوا المشاكل ده عشان الدين يتواكب، معناته دين الإسلام ماله؟ ما مواكب. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ معناته دين الإسلام، واحد الشيوعي هنا قال دين الإسلام ما مواكب. الحمد لله الزول ده كان داري يلف ويدور، يا شهاب ما قولك في الفلسفة، يا شهاب عرف لنا، ما عارف المؤسس قال ما فلان، المؤسس فلان، أفلاطون فلان، كلهم عطالة جد عرفته. ونحن شوف نحن الفلسفة جد عندنا باطلة، وأنا والله ولا بتعب ولا بكلف نفسي أفتش لك تفسير للفلسفة، لأنه الفلسفة تحت كرة تحت. نحن عندنا الإسلام، عندنا القرآن، ربنا نزل من السماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت عندك الاشتراكية بتصلح المشاكل، صحيح ولا ما صحيح؟ والشيوعية والرأسمالية سميها ما شئت، نحن عندنا القرآن والسنة النبوية اللي بيصلح الوطني. جوا نخرتك، جوا نخرتك يا شيوعي، جوا نخرتك. عرفت كلامي؟ فالكلمة اللي قال الشيوعي ده دي كلمة خبيثة وكلمة إلحادية، لابد تفهموها يا طلبة. الزول ده ما قال المسلمين بيناتهم مشاكل، قال الدين ذاته جواه في مشاكل. فهمتوا الحتة دي كيف؟ فده سب للدين. ده الشيوعي ده لابس قميص أخضر ده بقلم أحمر، ده بيسب الدين بتاعك، عرفته؟ ومعاه ثلاثة أنفار موزيهم، قال لهم صفقوا لي، والصفقة تعبانة يا طلبة تكبيرة. أديك ولا أزيدك؟ طيب بعد ذاك نمرة اثنين قال
قال لي شياب قال لي النظرية دي انت ما قريتها وما عندهم علاقة والكتاب تبعنا قال كتب ماركس وإنجلس وغيره نحن الكتاب تبعنا برضو القرآن والسنة عرفته ماركس ده زول زبالة زيك وإنجلس زبالة زيك عرفته وفطومة زبالة زيك فطومة أحمد إبراهيم ونقط زبالة تحت الجزمة دي انت كلامك تحت الجزمة دي أفهم الكلام ده كويس أفهم ألا لا أي فاهم يا شيوع أنا بكمله معك أحط معك قرط انت فاهم الكلمة ده ولا ما فاهمها فاهمها ولا لا أه وأوعك وأوعك نفسك تسوي لك إنك دار تعمل مشاكل في المنبر جاهز لك طب لآخر حد طيب بعد ذاك النقطة البعدية قال الشيوعيين لي أنكروا وجود الله يمكن صدمة عاطفية صدمة عاطفية صحيح ولا ما صحيح يمكن بيت أدته شاكوش وبيقى كفر بها الله ما ده ما موضوعنا الشيوعيين أنكروا وجود الله ده الموضوع عشان كده شهاب ذكي جدا ما جرى معاك إنه عرف ده وسوي ده وده ما جاء أول وشوف البليد ده قال المذاهب ثلاثة والمذاهب خليك معايا يا أخي مروق يطير خليه قال ده القاعد المامرك ده قال المذاهب ثلاثة قال المذاهب كم؟ ثلاثة وقال المذاهب حتى ذاك الصوفي صلحه اسمه الطيق ولا شنو ده صلحه صوفي يصلحك صوفي يصلحك طيب قال المذاهب ثلاثة بعدين عيب اديك اقعد قال المذاهب ثلاثة عليك الله شوف ده اسمع يا ناس يا بشرية زول قال بيغلط في شيخ شهاب ويقول له والله ذاك ما هو والماركس قبلي فلان وذاك جاب النظرية أول وإنت ما قريت أها دار نشوف قرايته قال المذاهب ثلاثة وقال جات مع الاستعمار قال يا ناس المذاهب عرفناها ثلاثة يا جاهل ثلاثة بالله ثلاثة بعد ذاك قال جات مع الاستعمار ده كله كلام باطل وكلام فارغ طيب قال بعد ذاك قال دي قالها وموجود مسجل الحمد لله موجود الآن كل عندنا حاجة موثق إن كلام مسجل النقطة البعديها قال الأزمة قال في البلد دي من جماعات الهوس الديني طيب انتوا قلتوا حرية قالوا ولا ما قالوا حرية قلتوا ديمقراطية قلتوا اشتراكية طيب نحن أحرار انتوا اشتغلوا قلتوا الله ما في مشكلة نحن شغالين قلنا الله في جوا عينك بحريتك دي دارين ناقشك بالحرية حرية إنه أي زول يمارس شنو يا جماعة؟ حريته أنا دار أعمل دقن حر دار أقطع بنطلوني حر عرفته؟ دار أنغب مرتي وأختي حر دار أجي هنا أجغمك يا شيوعي حر حرية صح ولا ما صح؟ حرية ليه أنت تقول الأزمة في السودان جماعة الهوس الديني وزيدل ولابد الحكومة ما كانت تخليهم يشتغلوا وليه الحكومة فاتحاهم؟ ألا ينافي هذا كلامك ده الحرية؟ كذاب انت كذاب ومتناقض انا حر اشتغل زي ما داير انت زعلان انت قلت حريه وانا غطى ليه لانه احنا قاعدين نجغمك بفضل الله عز وجل وانت اللي ما جاوبت على الاسئله مش شهاب قال لك انجلس وماركس وغيره قالوا الله ما في انت كان تجي تقول رايك تقول الجماعه دي كلامهم صح ولا غلط يا اما كلامهم صح ناس ماركس وينجلس وفاطمة أحمد إبراهيم كلامهم ده صح أو غلط إذا قلت صح أنا عارف ده عقيدتك إذا قلت كلامهم ده صحيح الله ما في ودين الإسلام ده ما نافع بعد ذاك نحن بنشوف موضوع تاني إذا قلت كلامهم ده باطل أنت ليه معاهم وقاعد تدافع عنهم عشان ما يبقى الكلام لولوة وتجي زي ده زي شغل الصوفية الصوفي تكون بتناقشه في إنه دعاء غير الله شرك ما تدعو البرعي إذا قلت يوه حسن وتحسون مدد أشركته ده نغاش علمي ماشي صح يجي يقول لك يا أخي ورينا الستر والنتر ده ما الموضوع ينتروك بشنو ده ما الموضوع الموضوع إنه دعاء غير الله شرك الموضوع هنا يا شيوعي إنه شهاب قال لك أنتوا كشيوعيين بتنكر وجود الإله فهمت كلامي بتنكر وجود الإله ما تجي تقول أنكروا ليه هم أنكروا وانتهوا انت معاهم ولا ما معاهم بس السؤال
انكروا لي، انا عارف انكروا لي، وده موضوع هسه انت ما تعمل فيها ذكي وفاهم، انت دول ما فاهم اي حاجه. بعد ذاك قال الدوله قال بتخلي زي ديل شغالين وما شغالين، كلامك ده برضه كذب وتناقض. ليه؟ انا شغال صح صح، والدوله خلاني اشتغل، لكن براي هسه انت ما اشتغلت، انت سويته ده شنو؟ انت فاهم بليد ما فاهم، انت عملت شنو هنا جوا؟ يا ناس يا طلبه، انا اشك ولا اتيقن انه النازل في حاجه متناولنا غير الشيء ساده، انا ما اعرف اي شنو، الله اعلم الله اعلم. يا ناس زول يقول ليه الدوله خلاك شغال؟ لما قلت ليه الدوله ده انت قلته هنا جوا ولا قلته بيتك؟ هنا يبقى خلتك تشتغل برضه، يبقى نفس السؤال سالتني ليه، وانه ليه الدوله خلتك شغال، انت ليه الدوله خلتك شغال في محل ما انا شغال؟ يا ناس انتوا هوا ساكت دقيقه بس، انا لسه ما بديت بالمناسبه، اي دقيقه بس، ده ابشعر ده يطلع ويخش يجيب مدد من برا ويستعين بصديق، والله تنجغم انت وصديق، قم على هلك. طيب قال طيب قال القوة الشنو كده ما أعرف، ما عنده علاقة بل بالكلام ده وغيره، ده كله كلام فاضي ساكت. يا ناس نحن موضوعنا مع الناس ذيل كبير، لكن في نقاط بسيطة عشان أي طالب نملك ولا يفهمها. الشيوعين ذيل عداهم مع الله، ما معنا ما معانا، هم بشر عندهم عينين عينين نخرة فيها قدتين إلى آخره واحد، لكن عداهم معانا في الدين، في الله في الله. ربنا قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. يا شيوعين الله فيه ولا ما في؟ انتهى بس، انتهى انتهى. ما تقول لي ده ما سؤال منطقي، شيوخك انجلس وسجم رماد قالوا الله ما في، جاوبوا، انت ليه ما جاوب؟ وديل شيوخك وديل شيوخك، ده موضوعنا معاهم، الله فيه ولا الله ما في؟ من زمان نحن من بدينا نتكلم في البلد دي بنسأل الشيوعيين سؤال واحد ما قعدنا نغير، الله فيه ولا الله ما في؟ خشين ماسي وداك ملحد برضه زي ديل قال زمان، لا واحد في شارع علمين ماين هنا في شارع علمين شيوعي معاهم، جاني في الركن لابس سيوتر قبل 12 سنة، جا لابس سيوتر قلت له الله فيه ولا الله ما في؟ قال والله يا أخي أنتوا وجلابك قصيرة، قلت له معقولنا ذاته قصيرة؟ قال أنتوا بناتكم مناقبات ماشية ولا جاية؟ قلت له ما جات نهائي. الله فيه ولا ما في؟ سؤال فيه ولا ما في؟ قال والله انتوا عقولكم، قلت له ما عندي شت عقول. الله فيه ولا ما في؟ اتلفت يمين شمال قال لي زمان قالوا لنا الله ودين والله زي ده وقران وكل لقينا ما سوره ساكن موجود. جاء ثاني يوم، جاء ثاني يوم شايل ورقه شيوعين قال لك شفت اللعبه يا اخي ده شنو اللي عملته ده؟ جاء شايل ورقه مدخله جوا السيوتر وعيونه بزغلنا، انا ما اعرف النازل بيحصل شنو في البلد. المهم طلع من جوا السيوتر ورق والله، والورقه انا لليله محتفظ بها، طلعها قام قال والله الكلام اللي قلته امبارح ده بمثلني انا بس، ما خلاص شيوعي كافر واحد كافر في شنو يعني؟ فيا ناس الله فيه ولا ما في؟ ونفس الكلام ده قالوا على ملهود ابو كليب بيقرا طب كردفان جامعه كردفان، طلع ورقه بيسخر من الناس اللي بيقولوا فيه الله ذاته، قال الورقه دي قال دي رسالة إلى الله في السماء الدنيا حين ينزل في الثلث الأخير، قال دي ورقة رسالة الله بيستخفوا من الله إلى آخر تجويزهم للزنا والعهر والفساد. شيوعين أنت ما أنت الشيوعيين عرفت وأنت معاهم بس كده الشيوعيين ككل، طلعوا جريدة اسمها الراس والدندهوب قالوا الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبوة، وعلقوها هنا بجامعة الخرطوم جريدة حقتهم الدندهوب الراس والدندهوب حقتهم هم. فاطمة حن إبراهيم التي أهلكها الله فأراح منها البلاد والعباد وكثيرا من الدواب في البلد دي، في جريدة ألوان، جريدة قاعدة عندي عشان ما تجي تتفلسف ماذا قال أفلاطون، أفلاطون سجمان زيك، أفلاطون بتاع شنو؟ عندنا رسول الله يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وذاك الأخضر، الأخضر ده جاي جدع والله، ماركس ما قال انما قال السالين، كلهم فشل ماركس والسالين عرفت؟ شوف
شوف يا زول، فاطمة إبراهيم سألوه في جريدة ألوان، تقدر تنكر كلامي؟ أنا بناظر فاطمة ومش فاطمة، خليه. المهم فاطمة إبراهيم في جريدة ألوان عملوا معاه حوار، البيت ضرب الهوى، فكت أي حاجة، كل الكمونية فكتها برا. قالوا لا شنو؟ قالوا لا الحاصل شنو؟ في الشريعة الإسلامية نطبقها ولا ما نطبقها؟ قالت قال لا رأيك شنو في الحدود بتاعت الشريعة الإسلامية؟ قالت سياسة الحاكم هي التي تدفع المرأة لأن تزني، وربنا لن يحاسبها إطلاقا طالما زنت لتأكل هي وتطعم أطفالها. هل الزنا فيه ضرورة؟ الزنا واحدة تبيع عرضها، تبيع عرضها تزني، السرقة ده موضوع تاني، الزنا تزني في الزنا. اتحداك يا شيوعي، ده كلام فاطمة إبراهيم ستك. أرجى الراجل في الحزب الشيوعي، أرجى الراجل، مو ما في جوا ذاته حاجة، أرجى الراجل. تقدر تزعل ليه؟ لأنه ديل قالوا المرأة والراجل واحد، فأنت وسوسن واحد عندي، واحد أخذ بصري ذاته عنك. أي والله المفروض ما عايل لك، أنا المفروض ما عايل لك، لأنه أنت والمرأة واحد، ولا ما كده؟ قالوا الرجال قوامون على النساء، كذب، قالوا كذب. أي والله استغفر الله من قبيل اللي حصل. هوس. طيب بعد ذاك سؤال، بس سؤال لأي شيوعي، أنت والقاعد وبشعر اللي بيطلع يستعين بصديق ويرجع، عرفت كلامي؟ والشغال زي حكم الراية ماشي وجاي ده، والجماعة اللي معاه برا كلكم، أي شيوعي ما طلب المحترمين، ما طلب المحترمين، أي شيوعي نسأل سؤال واحد، الله فيه والله الله ما فيه، ورايك في كلام فاطمة إبراهيم شنو؟ قال قالت الزنا بجوز إذا كانت مضطرة تأكل كسرة خبز تمشي تزني، بالرجال كت تزني، دي وساخة وقلة أدب من فاطمة إبراهيم والرجال التابعين لهم مرة، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. شوف رسالة أخيرة أختم لك بها، عشان ما تقعد تتجدع للطلبة، بكرة نفوت بجاي تجي تعمل لك منبر وقال إنجلس وقال استالين، كله هوس. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بينفعك، ده اللي بينفعك. والدين، الدين مش نصلح عشان يواكب الحضارة، لا، الحضارة هي التي تواكب الدين، لأن الدين ده نزل من السماء، نزل من السماء. وربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كنت بتعيب على الطلبة المسلمين دي الكت استدلالهم بالقرآن وتمسكهم بالقرآن وبتعدوا ده تخلف ورجعية عن الحضارة الموجودة الحديثة الليلة، انت برضو متخلف، لأنك متمسك بناس هلكوا بدري. هسا قالهم كلهم إنجلس، ماركس، ستالين، فطومة، ماتوا ولا حيين؟ حيين ولا ماتوا يا ناس؟ طيب انت ماسك في الموتى الجهلة الكفرة، ونحن ماسكين يا أخي في الله الحي الذي لا يموت، جاي تنكر علينا؟ سؤال تاني، الشيوعين حكموا، الاتحاد السوفيتي كلهم حكموا، لينين وجوزيف ستالين حكموا، ماذا حصل؟ وأين هو الاتحاد السوفيتي؟ في عهد جوزيف ستالين حصلت مجاعة يندر أن حصل مثلها في تاريخ البشرية منذ أن خلقها الله، لأن في هذه المجاعة أكل البشر البشر من شدة الجوع، دي حقة الشيوعيين. وحصدت المجاعة في مجموعة دول اللي كانت متحدة وحكموا الشيوعيين، حصدت 50 مليون إنسان ماتوا جد. جاي الليلة تكذب تقول الدين يصلحوه عشان يبقى الحضارة، الشيوعية وينها؟ الشيوعية انتهت في محلة، في أمة ذات انتهت، انتهت في أمة ذات انتهت، انتهت وفشلت، وشهدوا الجميع على بالفشل. ليه؟ لأنه ناس كفروا بالله يا جماعة، الخلق الكون واللي بيصلح الوطاء واللي بيصلح السماء واللي بينزل الرزق واللي بينزل المياه من السماء ويخرجها من الارض، ربنا، ناس كفروا به وحاربوا وقالوا يا الله انت ما في ذاته. معقول ربنا يوفقهم ويرحمهم وناس بيأصلوا لعقائد زي دي؟ وده قاله، ده قاله، قال الدين، الدين ماله؟ فيه مشاكل كثيره، الدين الدين مش المدينين، الدين ذاته أن نزلوا الله فيه مشاكل كثيره، يعني الله ما قدر يصلحها. وجاي يضحك يولع في سجارة، قال زلقتها، خلاص زلقتها، وين؟ نحن باصيناها وديناها لك دراسة، فرصة مفتوحة للحوار والنقاش. وين الصوفي ده؟ فضل فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ده يمكن يكون شيوعي ما تخاف. الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على رسول الله منها ما بعد. سلام عليكم أولادنا. أول شيء نقول تبونا جزاكم الله خير ولو كان مرتد، لأنه الله قال وصاحبه ما في الدنيا جنو معروفة، اعتبروني بكم وأنا من المشركين، صاحبوني في الدنيا معروف ومو الدنيا. عندي معاكم 5 دقائق بس. الله قال صاحبه ما في الدنيا، الدنيا عمره كله طالما هو مشرك تصاحبه معروف وانت على التوحيد. أنا داري أعرف بالله الأمة دي جامعة الخرطوم، دي جامعة الخرطوم ولا دي روسيا؟ بالله الداخلية، أنا والله زاد أنا ما قال الداخلية، أنا والله سمعت، أنا كنت بقول يقول جامعة الخرطوم بيخرج منها الطبيب وصاحب التوحيد، ونعتز بجامعة الخرطوم ونفديها بإيماننا وبرأينا وبعقولنا وبولدنا وبفكرنا وبذهننا وبخاطرنا ويغزة ومناما. نحن ما قدرنا الجامعة أولادي، أوي نحن ناس الخلوات وناس ترابلة وناس ذهب، بنعدنا الذهب فوق ناس خلا يعني. طيب أنا غايت الشل فهمته من حلقتين، الحلقة الأولى في مدرمان الإسلامية، الحلقة الثانية الآن في جامعة الخرطوم أو داخلية الخرطوم. أخذوني بفهمي ما تأخذوني بألفاظي، أنتوا ناس جامعة الخرطوم، أنا ما قرأ الجامعة. أنا والله يحتار زول يقرأ جامعة الخرطوم يتكلم كلمة ما صحيحة. طيب أسعى أنا فهمت الشيوعية ديل قالوا الناس شركاء في شنو؟ في 3. أنا داير أعرف الولد بشعر ده عنده بيت؟ يا ناس أول شيء الضحك ده نحن ما ضمننا الجنة عشان نضحك. قال سمع الحسن البصري شابا يضحك ويتشدد بالضحك، فقال له يا هذا أضمنت الجنة؟ قال أنت خلاص الجنة الدوق ضماناتها. الكلمة دي لو جاينا فصلها بالسنتي وبالملي دايرة كتب كبيرة. أنا لا، التربال ده لو دار فصلها ليكم كده ما بتنفع. الولد بشعر ده، الزول ده عندهم بيت ولا ساكن في الهوى؟ الزول عنده بيت كان يشتغل بالعقل، هل بيشاركنا في بيته؟ شنطه دي صعب الدنيا يا اخو الثلاث فادر يا جا تصل بين اهلي. نحن عندنا يسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، دي نحن عندنا. نحن 2، النبي عليه الصلاه والسلام قال اليهود ديل تفرقوا على 72 فرقه، ديل اليهود المجرمين، ناس يد الله مغلوله وناس ان الله فقير. طيب 3، يا ناس انا ضيفكم، هوي اكرموني، والزميل ده مو ضيف، انا ضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، لا داري منكم اكل لا شراء ولا اتصال، يضنيكم ديل وعقولكم بس، وهذا الحيطان. 2، النبي قال في النهاية أمتي دي أمتنا بتفترق إلى كم فرقة؟ الشيوعي ده عارف الكلام ده؟ طيب إذا عرفوا يلزم الآتي، وإذا ما عرفوا ضال مضله. ضال في ألفاظ النبي، خليك من معانيهم، ألفاظه اللي ثبتت بالتواتر في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب. طيب قال أمتي بتفترق لكم فرقة؟ في زول بيكون من أمة النبي غير لا يقول لا إله إلا الله؟ فيه، حتى البرعي الضال الطاغوت الكبير بيقول أي زول ما يقول لا إله إلا الله ما هو مسلم. الطاغوت اللي أجمع عليه الجهال إنه ولي، واحتكرت الولاية الناس البرعي، يعني شايقية ما عندهم ولي، ما في شايق عنده قبة، يعني علي عثمان محمد طه نائب الرئيسة يمشي يقصقص اهله ديل يطلع ولي عشان يسوي له قبه، ما في قبه في الشايقيه. الولايه قبض وموروثه عند ناس معينين. يا ناس والله الولايات ديلك عندهم في الدين ديل جزاهم الله خير. مزمل ده احنا كنا في مصر بنعدي نسمع يقول مزمل كعب ومزمل تافه، خلونا منه. النبي قال امتي تتفرج لكم فرقه؟ في طريقه زول يبقى من امه النبي غير يقول لا اله الا الله؟ طيب الشيوعي ده قاعد يقول لا اله ولا قاعد يقول لا شنو؟ يعني ما في اله الا الله قاعد يشيلها برا؟ وبالله انتم الان
زيدين دخلوهم في الجامعة دي والله إن رفقيت البشير والله 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 لولا أمر البشير إننا ما نتقاتل الغيام وتكون في جامعة كندسة، لكن طاعة للبشير أمر البشير، لأن إحنا قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. اثنين دائما نزعل السؤال من خلقوا منه جايبنا هو نحن خلقنا الله هو يقوم يجاوب الإجابة دي. ثلاثة دقيقة لا ترد لنا زي أصبر أنا بديك كافية ولا ترجع ورا اسمع كلامي. ثلاثة ستفترق الأمة على التواصل كلها في شنو في النار. هل نحن دايرين يا جامعة الخرطوم يا أخي أنا مشيت روضتنا في كودافري في شمال الدروان لو قلت له خلقك من يقول لك الله؟ هل انتم محتاجين لانه يقنعوكم الشيوعيه ضلال؟ اذا انتم محتاجين للكلام ده منه محلكم ده الرعيه والسلام عليكم.